مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أهلا بكم سيد شاهو. بداية، القضاء الأمريكي يحقق بشبهات فساد تورطت بها شركة كويتية تعامل معها نور المالكي بعد هذه الفترة الطويلة نسبيا من غياب المالكي عن رأس السلطة، كيف تقرأ إعادة توجيه الاتهامات له بالفساد من قبل القضاء الأمريكي هذه المرة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة أي قضاء عادل أو أي جهة قضائية مستقلة أو حيادية في العراق أو خارج العراق يقوم بمتابعة ملفات الفساد في العراق خلال الفترة الماضية، خلال 15 سنة الماضية، يدرك أنه ويصل إلى نتيجة أنه المالكي ومن يدورون حول المالكي هم أكبر الفاسدين والمجرمين. ولكن بسبب عدم وجود قضاء مستقل داخل العراق، نحن ننتظر من الجهات الأخرى أن تكشف هذه الحقائق. بلا شك أن النتائج التي وصلت إلى العراق نتيجة لحكم المالكي، سواء في آخر حكمه من نتيجة ظهور داعش أو قبله من الفشل الأمني وفشل القوات الأمنية وتنامي ظاهرة الميليشيات وتشكيل الميليشيات، يدل على أنه كان هناك فساد كبير في العقود المبنية أو في الاتفاقيات التي تعقدها العراق مع الدول الأخرى. وبالتالي هذه الملفات من الممكن أن يتم فتحها، وهذه إحداها التي تم كشف عنها وعن الفساد في هذه العقود الأمنية، والتي تسببت لاحقاً في فساد الأجهزة الأمنية وفشلها عن حماية المواطنين وعن حماية المؤسسات الدولة وظهور الإرهاب والميليشيات. وبالتالي وجود أي هيئة قضائية مستقلة بلا شك سوف تجرم المالكي وتعاقبه وتجعله يعيد الأموال الكثيرة التي تم إخراجها ونهبها في فترة حكمه إلى خارج العراق. سيد شاهو، القيادي بائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اتهم شخصيات سياسية عراقية لم يسمها بدفع أموال لصحيفة ديلي بيست الأمريكية من أجل أن توجه هذه التهم إلى نور المالكي، وقال نصا إن الصحيفة ليست من الصحف الأمريكية الرصينة أو المعروفة، وأضاف أن مثل هذه الصحف ترتبط بعلاقات مع شخصيات سياسية. طيب، يعني معناها أنه لا يعترفون بهذه الصحيفة، لكن ماذا عن بقية الصحف وبقية المنظمات الدولية والأممية المحلية كانت أو الحكومية التي تحدثت عن فساد في العراق وعن صفقات فساد طالت المالكي أو غير المالكي؟ هل هؤلاء أو هذه الصحف يعتمد عليها أو يثقون بكلامها، أم أنها أيضا سيقال عنها فيما بعد أنها مدفوعة من قبل شخصيات سياسية أخرى؟ بلا شك أن من ينظر إلى تاريخ نور المالكي وتاريخ إنجازاته الطائفية وخلق الطائفية أصلا في أثناء حكم المالكي وخروج الإرهاب أثناء حكم المالكي، يدرك أن هذه التقارير كلها صحيحة. حملات الإسقاط والتشهير يحدث عادة بحق الرئيس الذي يخلق دولة مستقرة ومليئة بناطحات السحاب، وبالتالي من الممكن أن نتهم صحف بالتشهير والإسقاط. ولكن بالنسبة إلى المالكي فإنما يقال عنه صحيح عندما ننظر إلى تاريخه وإلى أفعاله السابقة، وبالتالي لا يمكن اتهام هذه الصحيفة بأنها صحيفة كاذبة أو تخلق معلومات كاذبة، لأن المالكي الآن بعيد عن السلطة أساسا. ولكن هذه الصحف تقوم بعمل أو بتحقيقات استقصائية للوصول إلى نتائج جديدة، وأيضا فتح ملفات قد تم تركها وإغلاقها. بلا شك أن حتى النواب البرلمانيين الذي كانوا في البرلمان من الممكن أنهم قد قرروا فتح هذه الملفات، ولكن تم منحهم مليون أو مليونين دولار أو أكثر، وتم الاتفاق على غلقها كما قال مشعان جبوري. وبالتالي هذه الصحف لا يمكن إغراؤها بالمال، وحتى لا تؤثر على سمعتها وعلى عملها الاستقصائي. بلا شك هي تبحث عن الحقيقة، وهذه جزء من الحقيقة التي كشفوها عن المالكي. النائب شروان الدبرداني قال إن المالكي يتحمل كل ما جرى في العراق بعد عام 2014. بقاء المالكي حرا طليقا وعليه ما عليه من اتهامات تكاد تكون مثبتة بالأدلة، إلى أي مدى يكشف وجود تواطؤ سياسي وقضائي ببقاء نور المالكي حرا؟ بلا شك الجميع يتذكر حتى في عام 2015 تم تشكيل لجنة لإعادة الأموال المنهوبة، ولكن لم يتم التطرق إلى نور المالكي، وتم التحديث عن شخصيات أخرى ولا أحد تجرأ على المالكي.
في زمن العبادي أيضا تحدث عن الفساد وتحدث عن معاقبة البعض ولم يتجرأ على المالكي. الآن في زمن عبد المهدي أيضا لا يتجرأ أحد على المالكي. لا ندري هل هناك دعم من المرجعيات الدينية لهذا الرجل؟ هل هو رجل إيران الأول وبالتالي لا أحد يتجرأ على الحديث عنه أو التشكيك فيه أو الحديث عن معاقبته أمام المحاكم العراقية؟ بلا شك أن عدم محاكمته وبقائه حرا طليقا وأيضا هو يمتلك نفوذ داخل الدولة العراقية يشكك في وجود أي جهاز قضاء محايد ومستقل داخل العراق، وأيضا يشكك في جدية عبد المهدي لمحاربة الفساد وإنهاء الفساد الموجود سابقا، وخاصة أن العبادي كان أقوى من عبد المهدي ولم يفعل ذلك، وبالتالي عبد المهدي أيضا لن يقترب من المالكي ولا الرؤوس الكبيرة للفساد داخل الحكومة العراقية. سيد شاهو، بالعادة محكمة الجنايات الدولية عندما توقع معها دولة يكون الشخص السياسي أو المسؤول الذي يوقع إن كان يرأس هذه الدولة مطمئن من وضعه، من سلامته، من نزاهته، وبالتالي لا يخشى شيء. العراق يرفض دائما التوقيع مع أو لدى محكمة الجنايات الدولية لأنه هناك كثير من الدعاوى رفعت ستذهب هذه الشخصيات وراء القضبان. لماذا يخشون إن كانوا يتحدثون أمام الملأ أنهم شرفاء نزيهون لا يخشون أحدا، ليست لديهم أو عليهم أي مشاكل؟ بلا شك أنهم يقولون هذا الكلام للداخل العراقي، وأيضا هم نزيهون أمام المؤسسات التي هم خلقوها بأنفسهم. يعني الرئيس الحكومة في العراق هو الخصم والحكم، وأيضا يتم تنصيب القضاة من قبل الأحزاب الحاكمة، الأحزاب الدينية التي حكمت، وبالتالي هم لا يمكن لأحد أن يرفع دعاوى عن عليهم أو يحاسبهم داخل العراق، داخل هذه المؤسسات الفاسدة التي هم صنعوها بأنفسهم. ولكن خارج العراق أو في أي مؤسسة حيادية مستقلة قضائية مستقلة هم يعتبرون مجرمون، لأنهم أجرموا وأيضا فاسدون، أفسدوا ونهبوا المليارات وتسببوا بحروب أهلية، وبالتالي سيتم معاقبتهم ويعني يحصلون على الجزاء العادل بحقهم، وهذا ما يدفعهم إلى تجنب هذه المواقف لكي لا يقعوا في جزاء أعمالهم، وأيضا يتجنبوا الوقوع في القضاء أو المحاكم الدولية. أمام هذا الفساد الذي نراه، هل هناك برأيك أمل بإيجاد مشروع وطني جامع في العراق؟ في الحقيقة حاليا لا يمكن أن نأمل بتحقيق هذا المشروع الوطني الجامع، لأنه الجميع الأطراف أو غالب الأطراف الموجودة على الساحة حاليا والتي اتفقت على رئيس الوزراء الحالي، رئيس الوزراء الذي لا يستطيع أن يفعل شيء دون العودة إلى الأحزاب لأنه شخصية ضعيفة، لا يمكن توقع هذه الحالة التي من الممكن أن نعتبرها مثاليا في ظل الأحزاب الحالية الموجودة، لأنها لا تكترث بمصير هذه الدولة، وفي ظل الخدمات وسوء الخدمات وسوء الوضع الاقتصادي نراها تتعارك على مناصب متعلقة بالنفوذ الإيراني كوزارة الداخلية، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الأحزاب وهذه الشخصيات لبناء مشروع وطني مستقل يقود العراق إلى الأمن والاستقرار في المستقبل. السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك.